صباح الفل، انا محمد فؤاد، بشتغل اي تي كونسلتنت في المانيا. كنت عملت فيديوهين قبل كده عن مجال الاي تي والشغل فيه في مصر، وعملت فيديو تاني عن الشغل في المانيا. في الفيديو ده انا هتكلم عن المرتبات بشكل عام، هتكلم في مصر وبعد كده هتكلم في المانيا. اول حاجه انا عايز اتكلم عليها بالنسبه للمرتبات في مصر، تقريبا البدايه بتاعه المرتب لحد بيبتدي جديد في الاي تي لو هو اتعلم كويس بياخد حوالي 5000 جنيه. الموضوع ممكن يقل حاجه بسيطه او يزيد حاجه بسيطه، بس في الاخر خالص ده بالتقريب هو المتوسط بتاع المرتبات في مصر. الموضوع بيزيد مع الوقت لو انت بقى عندك خبره وتعلمت اكتر، وممكن توصل ان انت تقبض في مصر 20-25 ألف جنيه لو انت ديفلوبر شاطر، لو انت بتعرف لغات برمجه كويس ومتعلم كفايه في الموضوع ده بتقدر مرتبك ده يزيد. ده بالنسبه لو انت بتشتغل في مصر في الشركات العاديه. مؤخرا حصل حاجه جديده وهي حاجه حلوه، ان بقى في شركات اجنبيه بتفتح في مصر وبتقبض الناس في مصر بالدولار. يعني انت بتبقى شغال عادي في مصر وكل حاجه، بس مرتبك اللي بتاخده ده بتاخده بالدولار، وبيبقى مبلغ على مدار السنه، يعني بيتحسب تقريبا زي ما الناس بره بتحسب مرتباتها. في شركه انا سمعت عنها قبل كده اسمها كروس اوفر، هحط اللينك بتاعها تحت الفيديو. انت ممكن تدخل على الشركه دي تشوف الوظائف المناسبه ليك، ولو انت حاسس ان انت في الوظائف دي مفيش حاجه مناسبه ليك، حاول تتعلم الحاجات اللي مطلوبه في الوظيفه عشان في المستقبل تقدر تقدم فيها او في الشركات اللي شبهها. تقريبا رينج المرتبات في الشركه دي بيبقى 20-30 ألف دولار في السنه، يعني انت لو حسبتهم في الشهر هتلاقي اكيد مبلغ كويس، وهيبقى طبعا مرتب حلو جدا بالنسبه لحد عايش في مصر. ده بالنسبه للمرتبات في مصر. بالنسبه بقى للمرتبات في المانيا، الموضوع بيختلف من مدينه لمدينه بس، او من ولايه لولايه بس. في الاخر خالص انت لو عايز تعرف تقبض ايه فين، في ويب سايت اسمه جلاس دور، اللينك بتاعه هتلاقيه تحت الفيديو. الويب سايت ده انت بتدخل عليه بتحط المدينه اللي انت راح تشتغل فيها، وبتحط التايتل بتاعك اللي انت عايز تشتغل عليه، وهيطلع لك متوسط المرتبات في المدينه اللي انت رايحها ده. فده هيساعدك ان انت تعرف تختار تطلب مرتب قد ايه، يعني ما تروحش وخلاص وما تقبلش اي اوفر. لو جالك عرض تبقى عارف ان انت مثلا هتطلب كذا، عشان ده هيبقى مناسب للمدينه دي والاسعار بتاعه المدينه دي. المرتبات بقى عموما بشكل عام في المتوسط تقريبا بتبقى حوالي 2000 يورو، وده مبلغ كويس يخليك تعرف تعيش كويس حتى لو انت متجوز وعندك ولاد، لان انت لو انت متجوز الشريحه بتاعه الضرائب بتاعتك بتقل، بتدفع ضرائب اقل وبالتالي مرتبك بيزيد. واقدر اقول لك ان المرتب ده يعيشك كويس جدا، وفي المستقبل ان شاء الله هيبقى ليك حاجه كويسه. لو حد عنده اسئله ممكن يحطها لي يا ريت بعد اذنكم تحت في الكومنتس، او لو عنده تعليقات حاجه عجبته وحاجه ما عجبتوش برده يا ريت تكتبها لي تحت في الكومنتات. شكرا، صباحكم زي الفل.